كفايه يا يوسف بقى جمهوريه جديده. كفايه يا اخي، كفايه، حرام عليكم، كفايه. انتوا خلاص، مش عايز اقول كفرتوا الناس، بس خلاص انتوا طلعتوا الناس من كل حاجه يا يوسف. طلعتوا الناس من هدومها، وطلعتوها من اخلاقها، وطلعتوها من، يعني الله يستر على دينها. يعني انتوا عايزين ايه من الناس يا يوسف؟ انتوا عايزين ايه؟ يعني انتوا بتعملوا كده عشان ايه يا اخي؟ نافقوا، نافق النظام، بس مش للدرجه دي. يعني طبل للنظام، بس مش بالفجاجه دي. ماشي، انت بتسترزق من النظام، ماشي، مسكين عليك زلة، ماشي، طلعوا لك حاجات مش كويسة من فترة وقعدوك في البيت شوية، ماشي، فاهم الكلام ده. بس يا بني آدم بالعقل، اعمل خط رجعة. يعني اعمل خط رجعة حتى مع الناس، مش مع النظام اللي جاي. لا لا خالص، انت مصفر العداد انا عارف، وخلاص يعني مع النظام ده لآخر الدنيا. بس مع الناس، الناس اللي هتجيلك يا يوسف عشان تقولك ودينا العالمين، عشان تسكننا في بيوت الفقراء اللي هناك، اعمل خط رجع معاهم يا يوسف. لما يجوا يلاقوك منافق بتهرب منهم، بتقفل ازاز العربية المتفايم وبتهرب وبتجري، بتقول لهم انا معرفكوش، ده انا كتب لي السكريبت فطلعت قلته، انتوا صدقتوا ولا ايه؟ فقالوا لك يا ابني انت قلت لنا العالمين، واسامة مأكد لنا، ده اسامة قال لنا نجيلك، فهيدي عليا في الاخر. فده هيحصل يا يوسف، الناس هتجيلك، الناس في الاخر اللي بيوتها بتقع هتدور عليكم انتوا يا يوسف، وهتيجي تقول لكم انتوا يا كذابين، يا منافقين، يا طبالين، يا اللي بعتوا لنا الوهم، يا اللي بتدافعوا عن المجرمين دول اللي هدوا بيوتنا، انتوا قلتوا لنا ان المدن الجديده دي ليها فيها لينا مكان، ودونا هناك، ولو ما وديتهمش انت ونصيبك يا يوسف، او انت او غيرك. يعني محدش يطلع يقول لي انت بتحرر، ده مش تحريض خالص. انا بقول للناس الراجل ده بيعيدكم منازل في العالمين، روحوا خدوها منه. وعلى فكرة دي القاعدة المفروض تحصل، لما يخرج مسؤول أو إعلامي يوعدك بحاجة ما تسيبوش غير لما يديها لك، عشان يتعلم إنه يمسك لسانه بعد كده ويبطل يكذب. يعني آفة من آفات البلد عندنا إن إحنا سايبين لهم كده الدنيا سداح مداح، اللي عايز يطلع يقول يقول، واللي عايز يكذب بيكذب، واللي عايز ينافق ينافق، واللي عايز يعمل بيعمل، ومفيش حد بيدور ورانا يا بيه، البلد بلدنا والدفاتر دفاترنا، وخلاص اطلع جو التجويده. واكلم احمد بيه اقول له ايه رايك يا باشا، يقول لي عاش يا وادي يوسف، مش انا اللي قلت، ده عباس كامل بيه اللي قال قبل كده. طيب نستقبل مجموعه من الاتصالات، والله وحشني يعني التواصل مع حضراتكم. اشرف من مصر، وابو انس، واحمد من هولندا، ومحمد من مصر، وام حمزه ايضا من مصر. نبدا بك يا اشرف، اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا دكتور اسامه؟ الحمد لله على السلامه الاول. الله يسلمك. وعودا حميدا. اشكرك. يعني يا دكتور اسامه، انا هقول لحضرتك انا مش هقدر اخد طوبه في مدينه العالمين. ليه؟ انا راجل موظف درجه اولى الف، يعني في نهايه السلم الوظيفي بالنسبه لقانون الخدمه المدنيه. مرتبي في الشهر 4000 جنيه. يعني مش هيجيب متر او متر الا ربع في اسكان محدود الدخل اللي هو المتر 7000. فالعالمين مش لكل الناس. معايا يا دكتور؟ انا معاك، سامعك يا اشرف. العالمين مش لكل الناس. دول شويه مطبلاتيه، شويه منافقين، اسمح لي بعد اذن حضرتك، دول شويه حراميه مفكرين ان الشعب كله حرامي زيهم. لان الحرامي بيفكر الناس كلها حراميه زيه. والشريف بيشوف الناس كلها شرفه زيه. فدول شويه حراميه. الله يرحم يوسف الحسيني ده لما كان بيطبل الاخوان في 2012. ما مش منسيه، وكان على اون تي في، وكان بيمجد في جماعه الاخوان. يوسف الحسيني، انت متاكد؟ اذا كانت فتره السيسي دي فتره سوداء، يوسف الحسيني كان بيشتم الاخوان بصراحه، انا ده اللي فاكره. يعني مش فاكر انه طبل للاخوان خالص. معايا يا دكتور؟ لا انا يعني بقول لك يا اشرف، بشكرك يا اشرف، بس انا اللي فاكره كويس ان يوسف، لا ما يوسف كان سبابا شتاما لعانا لجماعه الاخوان المسلمين وللرئيس الراحل محمد مرسي
ولم يمدحهم يعني يوما ما على ما أتذكر يعني. ده ديدانه وده تربيته يعني، فهو كان شغال بالشكل ده. في حد بعت رسالة أنا بشكره عليها جدا، بيقول لي دكتور أسامة أنت غلطت في القراءة وقلت سعر المتر هو سعر الشقة، ما تخليش حد يمسك عليه غلطة. أنا بعتذر فعلا، في ثلاث شرائح على الشاشة كان سعر الشقة في اللي هي الكومباوندات ما كانش سعر المتر، فأنا بشكرك جدا على التوضيح وده اعتذار واجب لحضراتكم. أبو أنس من مصر، أهلا وسهلا. أبو أنا الصوت بعيد جدا كده، سامعني كده أفضل؟ تفضل. بالنسبة للإعلام يا أسامة، أنت عارف كل موصلاتية مش إعلاميين، شوية موصلات. نعم أنا بشكرك جدا يا أبو أنس، بعتذر جدا على رداءة الصوت من المصدر، شكرا جزيلا. أحمد من هولندا، أهلا أحمد. دكتور السيسي جاء ليحقق حلمه اللي هو حلمه اللي انت قلته في اول الحلقه، على حساب الشعب المصري وعلى حساب هذا مصر كلها. قال لك انا ببني قصور. طيب بتبني قصور لمين؟ اذا انت بتهدم بيوت الناس وبتهجر الناس وبتقتل الناس وبتحبس الناس عشان تاخد منهم اراضيهم بالقوه، فالقصور دي مين اللي يسكن فيها؟ اللي يسكن فيها هم اولادك وحشيتك واللي انتوا عايشين بتيارات خاصه وحياة كريمة، اللي هي من اللي انت بتقول عليها حياة كريمة لمصر. الشعب مش عايش حياة كريمة، الشعب بيكح تراب. حتى المصانع والشركات الكبيرة بعتها، مطار النزهة اللي هو في اسكندرية بعد ما تكلف 750 مليون جنيه راح باعه للمستثمر مع داون مع أرض السيد نادي السيد. يعني هو بيبيع ما بيبنيش، مين اللي هيسكن في العالمين الا الناس المليارديرات؟ هو فين الشعب؟ الشعب لا ياكل، الشعب بياكل رجل الفراخ، بياكل الاجنحه، بياكل العظم. يعني ده جاي يكل طيب. العالمين في رساله جايه هنا احمد، كويس انك تقراها. حد بيقول لي الا تعلم ان السكن في مدينه العالمين الجديده متاح لكل شرائح المجتمع؟ من الأمانة أن تذكر في برنامجك كيف كانت العالمين قبل 5 سنوات، صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء وكانت مأوى للصوص والإرهابيين، أما الآن بفضل الله وبفضل توجيهات السيسي استطاع أن يحول التراب إلى ذهب خالص، وتم إنشاء مشاريع ضخمة ومباني وأبراج سكنية صالحة لكل الفئات. إيه رأيك يا أحمد؟ قوله طب ما تودي الناس اللي ساكنين في القبور، وديهم العالمين، وتودي الناس اللي انت بتهتم بيوتهم في جزيره الوراق وفي مصبير، وديهم العالمين. هم الناس دي راحوا فين؟ بيناموا في الشوارع. انت بتهتم بيوت عمره العالمين ولا العاصمه الاداريه دي مش لينا احنا، مش للشعب المصري. لمين طيب؟ الكلام كله كذب وخداع. لمين طيب؟ العالمين لمين؟ الشعب المصري العالمين لمين طيب؟ اللي هم رجال الاعمال اللي معاهم المليارات، اللي هم الجيش طيب، والناس اللي ماسكه السلطه والخليجيين. شكرا جزيلا ليك يا احمد، بشكرك جدا. معانا محمد من مصر، اهلا بيك يا محمد. السلام عليكم يا دكتور اسامه. وعليكم السلام. ازيك يا دكتور، اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير دايما يا رب العالمين. استسمح حضرتك تحجز لي شقه بس على الهوا من الرئيس عبد الفتاح السيسي. والله يا ريت اعرف، هو يوسف اللي يعرف مش انا، يوسف الحسين. ما معيش رقم تليفونه. هو الاستوديو بتاعه في مدينه الانتاج، ما يتوهش، روح له هناك. اللهم صل على محمد عليه افضل الصلاه والسلام. بلدي وانا فيها غريب، بلدي وعشت فيها واتمنى الغريب يكون فيها مش بعيد، حزني على اللي فيها أكتر من حزني على اللي مات غريب. حبيبي هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. شكرا جزيلا لك يا محمد، أتمنى توطي التلفزيون بس لأن احنا أنا عمال أسمع صدى الصوت. أم حمزة من مصر، أهلا وسهلا. السلام عليكم لحضرتك. الحمد لله على سلامة حضرتك. السلام عليك. شكرا جزيلا. أقول لحضرتك يا دكتور أسامة، إحنا مش لاقيين ناكل أصلاً علشان نشتري شقة في العالمين. إحنا خلاص يعني ذا كيلو اللحمة ب 200 جنيه. أم حمزة رحتي فين؟ أيوة أنا مع حضرتك. طب وطي التلفزيون وقولي لي رسالتك على طول لو سمحت. تفضل.
احنا مش عارفين ناكل. والله انا بقول لك احنا مش عارفين نشتري لبس لاولادنا ولا عارفين نعمل اي حاجه خالص. يعني بندفع فلوس كلها للكهرباء والميه وكل حاجه والايجار، مش لاقيين ناكل خالص. وده طالع يقول لك شقه في العالمين، شقه ايه في العالمين؟ احنا مش لاقيين ناكل. وروح شوف السد ده وشوف الدنيا عامله ازاي، الناس مش لاقيه تاكل. اشكر حضرتك. شكرا جزيلا ليك يا ام حمزه. شكرا جزيلا. معانا مصطفى من ايطاليا، اهلا بيك يا مصطفى. السلام عليكم، ازيك يا دكتور؟ سلام، اهلا وسهلا. انا بقول للسيسي او الاخ المذيع ده اللي بيقول لك انا كل يروح العالمين متاح، انا عايز اقول بس لاي مواطن مصري يروح مشوار لغايه العالمين في المواصلات هيدفع كام؟ هيدفع كام يا دكتور؟ هيدفع على كام؟ نفترض لو هو معاه عربيه هيدفع كام على الكباري عشان يروح العالمين مش عشان يقيم هناك؟ ده كلام فارغ، ده كلام فارغ. وبعدين يا دكتور أسامة أنا بلوم عليكم، المفروض يا دكتور أسامة الوراق والحاجات الفجال دي انتوا دوركم اللي انتوا تنشروها في القنوات العالمية. دكتور أسامة أنا معاك يا مصطفى، اتفضل. الوراق دوت صوت وصورة يتنقل للبرامج في العالم كله يشوف اللي بيعمله في شعبه. وبعدين حاجة تانية يا دكتور أنا عايزك، أنا شوف الفيديو اللي أنا بعته لك، كل كوبري معمول عليه علم إسرائيل، عليه نجمة داود الإسرائيلية. طيب. على كل كوبري عمله السيسي. شكرا جزيلا لك يا مصطفى من إيطاليا. موضوع الوراق طبعا وإن احنا نوصل الصوت لبرا، احنا بالتأكيد أنا شخصيا يعني بحاول أعمل ده باللغة الإنجليزية في كل المقالات والحاجات اللي بنكتبها والتواصل مع الصحفيين، مش بس عن الوراق، عن الوضع في مصر بشكل عام سواء الحقوقي أو السياسي أو الإعلامي أو حتى الاجتماعي اللي خاص بأهالي الوراق. معنا أبو أحمد من مصر، أهلا وسهلا. حضرتك يا دكتور أسامة، تحياتي لحضرتك. تحية ليك. الحمد لله على سلامة حضرتك، منور شاشة مكملين ومنور النايل سات كله. تسلم، الله يخليك. أهلا بحضرتك. والله أنا عايز أتكلم عن موضوع أن أنا ممكن أسكن في العالمين. تفضل. ده من ربع المستحيلات، لسبب إيجار الشقة اللي أنا واخدها مثلا عشان أجمعه في الشهر أنا ما بقدرش، باجي الغطاء في الشهر أنا مجمع الإيجار بيبقى بالعافية. بالنسبة للمصاريف بقى دلوقتي تضاعفت، يعني الشهر اللي كان واحد يصرف فيه 2,000-3,000 جنيه دلوقتي ما بقوش يقضوا لغاية 10 في الشهر. فالعالمين دي معمولة للعصابة الحاكمة وأفرادها وإعلامها وكل اللي بيتكلم باسمها. الناس دي معاتيه، الناس دي متخلفين عقليا. وأنا من ساعة الناس دي ما مسكت وبدأوا حكمهم بضرب الناس بالنار في الشارع وإراقة دم المصريين، قلت العالم دي معاتيه وهتاخد البلد دي لمنحدر مش هينجينا منه غير ربنا. فمش هقدر أقول غير حسبي الله ونعم الوكيل في العصابة الحاكمة دي. مش هقول عليهم حكام ولا هقول عليهم زعماء زي بعض الناس وبيطلق عليهم هذه الأسامي، لا، الناس دي جايين بإنقلاب. يبقى الناس دي عصابة، الناس دي ما همش شرعية، الناس دي بيدوروا على شرعية بكل الحاجات اللي هم بيعملوها دي، بيدوروا على شرعية، مش هيلاقوا شرعية. شكرا جدا يا أبو أحمد من مصر، شكرا جزيلا. خليني أقرأ بعض الرسائل لأن كتير الحقيقة. احنا كنا من الطبقة المتوسطة، الان ربنا يعلم حالنا، بنقول يا رب، ولا حتى بنقدر نقعد في كافيتيريا نجيب شقة ازاي، ولا حتى في بشاير الخير. رسالة بتقول لي هل يوجد بنية تحتية اولا وفعلا او لا، وفعلا هي اسكان فوق المتوسط، المدن لا تبنى هكذا. طيب جميل. سيتم صرف 100 جنيه مساعدة من نصير الغلابة. يا عم بنقول لك ودي الناس تسكن في العالمين 100 جنيه بس، صلى على النبي. طيب رسالة تانية، دكتور أسامة بعد التحية. طيب أبو عبد الرحمن عايز نزود ساعات أو وقت الاتصالات شوي. حاضر إن شاء الله. يا دكتور أسامة، العالمين لفئة محددة تبدأ من لواءات جيش وشرطة، السادة القضاة مجموعة من الإعلاميين والفنانيين، أما باقي شعب مصر فلا وجود لهم عند علية القوم. صدقني عمرو بن العاص قال إذا على السفلى رأس الأمر فسدت الرعية. رسالة أخرى، ممكن سؤال لمسؤولين مصر توضيح لخطة سداد الدين الخارجي، ونسأل المسؤولين فين الرقابة على صندوق تحيا مصر.
أتمنى يتعمل برنامج مع المسؤولين القادرين على الإفادة. والله لو المسؤولين عايزين يتكلموا، لكن أعتقد المسؤولين ما بيحبوش يتكلموا في الحاجات دي، يعني يمكن بيكسفوا. كل الإعلام بيقول الشقق في العالمين في متناول الجميع. حاضر، هفترض أننا معانا حق الشقة، نشتغل إيه هناك ولا هنرجع الشغل كل يوم؟ ما فيش تفكير خالص. والله برافو عليك، يعني ده كويس، ده سؤال كويس قوي. هنروح نسكن في العالمين، هنشتغل فين؟ هتشغلونا في العالمين ولا هتشغلونا هنرجع القاهرة تاني ولا نعمل إيه؟ عشوائيات، وهم كبير، هوس اللي اتكلمت عنه في بداية الحلقة اللي عبد الفتاح السيسي بيعمله. معنا سيد من مصر، أهلا بيك يا سيد. وطي التلفزيون يا سيد لو سمحت. أهلا وسهلا دكتور. أهلا بيك يا سيد، وطي التلفزيون لو سمحت يا سيد، تفضل. تليفون سايلنت خالص يعني. التلفزيون مش التليفون، تفضل. التلفزيون سايلنت خالص. طيب خلاص تمام، سمعني. تفضل، سمعك كويس. يعني آخر رسالة دي حرقت اللي أنا كنت هتكلم فيه، فمش عارف أقول إيه تاني يعني. الأخ اللي بعد آخر رسالة ده الكلام المنطقي اللي كان المفروض كلنا نتكلم فيه. أنا دلوقتي هروح العالمين أعمل إيه؟ إحنا طول عمرنا يا جماعة بنقول لازم نخرج من شريط وادي النيل الضيق وننتشر في باقي مساحة مصر، ده كلام عظيم جدا ممتاز، بس هتنقل على أي أساس؟ أنا لازم أدور على المكان اللي فيه ميزة اقتصادية، يعني مثلا العالمين فيها مثلا مصنع لتصنيع الأسماك مثلا، فيها استخراج غاز وبترول، فيها مصانع حديد وصلب، فيها استثمار معين. انت مش محتاج، لو هي فيها الحاجات دي انت مش محتاج تطلبني اروح العالمين، انا حاجري جاري على العالمين اقول لك اديني فرصه عمل يا سيدي، وبعد شويه لما الاقي نفسي بسافر للقاهره واسكندريه اقول لك لا انا عايز اسكن هنا في العالمين جنب شغلي واكل عيشي. اعمل بقى فنادق، اعمل ماسه يا سيدي، اعمل اللي انت عايز تعمله، ما فيش مشكله. قلد الامارات وقلد شارع الشيخ زايد واعمل ابراج يا سيدي، ممتاز رائع، لكن طالما انت وجدت لي فرصه عمل وشغلتني انا حلبت اصلا في العالمين دي. هو حد يلاقي يسكن جنب البحر والجمال ده كله؟ لكن اللي بيحصل ده تهريج يا دكتور، اللي بيحصل ده تهريج اصلا. معلش يمكن انا اكون مش عارف، ارجوك يا دكتور اسالهم كلهم يا جماعه ادونا الاول فرص العمل اللي موجوده في العالمين، يمكن احنا طالبينكم. بعد كده هتبدا لما تبقى المصانع موجوده والناس اشتغلت فيها، هتبدا بقى المدارس تكون موجوده والمستشفيات تكون موجوده، ويبدا المجتمع لوحده يكون موجود. لكن اللي انا مش فاهم الناس دي بتعمل ايه، بتضحك على مين اصلا؟ الناس دي بتضحك على مين؟ انا اللي انا شايفه على الشاشه دلوقتي شارع الشيخ زايد في دبي. تقليد بالظبط، كوبي بيست، زي ما بيقول له الحاج محمد بن سلمان اطول برج واقصر مش عارف ايه وايه، هو عمال يعمل بالظبط ويقلد بالظبط، ومش عارف ان الناس دلوقتي بتاكل من الزباله. انا مش ضد الخروج للعالمين، طب ما فينا اقرب جدا وفيها ميزه اقتصاديه، فيها رمل بتاع السيدي يدي سيليكون والباك، انا راجل مهندس وفاهم في الكلام ده كله، فيها معادن في الارض، فيها استخراج بترول وغاز، وقريبه جدا ويمكن تتعمر، بس ما يقدرش يعمل كده عشان كان بدين، فما تضحكوش علينا احنا مش صغيرين. شكرا يا دكتور. لا انا الحقيقه بشكرك جدا يا سيد، لان مش مهندس سيد، لان اللي انت قلته ده هو اساس يا جماعه التخطيط العمراني اللي كنت بتكلم فيه الاسبوع اللي فات مع دكتور علي عبد الرؤوف. قصه ان احنا مش رايحين نعمل مصيف يا جماعه، هي العالمين مصيف، الساحل الشمالي والمنطقه دي هو يعني بنروح فيه في الصيف، لكن تخطيط عمراني مش ان احنا نروح نقضي هناك اسبوعين ثلاثه، انك تعمل هناك مجتمع كامل زراعي وصناعي وانتاجي، وفي وظائف وفي مدارس وفي حياه وفي كل حاجه. النقطة اللي باشمهندس سيد كان بيتكلم فيها، طب ما انت عندك اماكن تانية، طب انت هتعمل ده ولا مش هتعمله؟ انت بتعمل مدينة العالمين دي عشان ايه؟ عشان تروح تحتفل بشارع بن زايد وشارع بن سلمان وشارع مش عارف مين في شهرين الصيف، ولا انت بتعمل ايه؟ بتعمل مدينة عشان ايه؟ عشان تبقى المقر الصيفي لمجلس الوزراء واجتماعات السيسي هناك والقصر الرئاسي بتاعه، ولا عشان تبقى مدينة فعلا الناس هتروح لها هناك؟ طب المدينة دي فيها مصانع زي ما هو قال، فيها شغل ولا لا؟ كلها اسئلة مهمة الحقيقة. طيب محمد من مصر، اهلا بيك يا محمد. اهلا بيك يا دكتور، السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل. الحمد لله على حضرتك. الله يسلمك. معلش انا ارجو بس ان حضرتك لو تفتح لي مجال في القصه دي، احنا مش اللي بيحصل مش تخطيط عمراني ولا ايجاد مدن جديده ولا الكلام كله بعيدا خالص كل البعد عن مصر، يعني
هو كل ما هناك من دول الخليج يعني وخصوصا الامارات، وانا راجل عشت في الامارات 14 سنه وعارف الدوله دي من جواها قلبها ايه يعني. هم خلاص ما عندهمش اجواء جاذبه كمناخ يعني، خلاص المستثمرين ابتدوا ان هم يهربوا منها علشان خاطر المناخ الاستثماري هناك بقى ضعيف، وهم ما بيفهموش في حاجه غير في المشاريع اللي زي كده اللي هي الحاجات اللي فيها هو يعني يعمل ناطحات سحاب وبتاع وكلام ده. لا عندهم المجال يعني فسيح في مصر وببلاش بالنسبه لهم فروق العمر والكلام ده كله، فالحاجات دي من الاخر دي استثمارات امارات في مصر وبتعمل لها ده عن طريق مصر ببقى بعد كده المنتجات. طب اسالك سؤال يا استاذ محمد، اسالك سؤال بعد اذنك، خلينا نقول انها استثمارات اماراتيه ومحاوله تقليد للي بيحصل في دبي وفي مدن تانية، لو اعتبرني مؤيد للنظام يعني هقول لك طب وايه المشكله؟ طب ما النظام شاطر جدا انه عارف يجيب لنا استثمارات اجنبيه بالمليارات دي كلها، وانه حول الصحراء فعلا زي ما بيقولوا لذهب دلوقتي. يا فندم انا ما قلتش، انا ما اقدرش اقلد مجتمع الا لما ارقب بمستوى دخل المواطن فيه يعني ايه، خليني دخلي زي المواطن الاماراتي وانا اروح اسكن في المدن دي. هو بس بيعرف يقلد في الـ في الـ في الكلام الفارغ وما بيقلدش في الدخل بتاع المواطن، ما بيقلدش في ايجاد فرص العمل المواطن. يعني الاسبوع ده هو الامارات عملت حاجه مبادره كده هو اسمها سنه بالمجان ولا مش حاجه زي كده، يعني موظفين الحكومه الاماراتيه يقدروا ياخدوا اجازه سنه مرتبهم ماشي ويروح يدرسوا بره على حساب الدوله. دي تنميه، دي تنميه بقى، وده استثمار في البشر مش زي عندنا. يعني اللي بيحصل في أرض الواقع عندنا في مصر حاليا إن مصر بتتباع حرفيا، مصر أو اتباعت اوريدي وبيتعمل لها دعاية ببلاش عن طريق إعلام مصر، وده برضو يعني لو خدني ياخدني في معركة الوعي اللي حضراتكم بتقضوها بقالكم سنين وسنين وسنين. بس للأسف افتقر الدراسة سيكولوجية للمجتمع المصري، لازم المجتمع المصري ده شكله ايه، لان انا متخيل، انا كراجل مش متخيل ان انا في كل ده ولحد دلوقتي انا. طيب شكرا لك يا استاذ محمد، بشكرك جدا. عبد الرحمن من مصر، اهلا وسهلا. الو عبد الرحمن، اهلا بيك. اهلا استاذ اسامه، اهلا وسهلا. حضرتك السيسي ده بيشتغل بطريقه، معلش انا اسف في اللفظ، يعني ازاي يحلب المصريين، اسف للاسف يعني. تاني حاجه بيشتغل ازاي ان يقعد يحلب في المصريين ويقعد يقطع فيهم وموت ويقعد يحلب، يقعد يحلب فينا واخد فلوس. احنا مستنيين ايه؟ سؤال بس، احنا مستنيين ايه اكتر من كده؟ ايه هو بقى كل حاجه عمل كل حاجه وحشه فين؟ احنا مستنيين ايه؟ انا مش عارف، ومستني يبيعنا احنا كبشر يعني، يبيعنا في ايام زمان سوق العبيد. انا مش فاهم، احنا مستنيين ايه؟ ومستني وعايز يبيع ايه تاني فين؟ وبقى كل حاجه، بقى كل حاجه. انا مش فاهم هو بيعمل كده ليه؟ هو جاي يعني عمل يسود علينا ولا جاي عشان ايه؟ انا مش فاهم. متسلط علينا يا اخي، مشي بقى يا اخي، احترم الشعب يا اخي، وفارق بقى يا اخي، فارق، خلي عندك دم. طب عبد الرحمن، ايوه، الاعلام المصري اللي تبع السيسي بيقول لك لا يا عبد الرحمن ما تصدقش اسامه ومحمد ناصر والناس اللي بتتكلم دي، والله صدقنا احنا. استنى بس حضراتكم اكتر ناس يعني مش انا مش بقول لك كده عشان تقول لي احنا احسن ناس، لا انا عايز اسالك سؤال تاني. هو بيقول لك انه العالمين دي معموله عشانك يا عبد الرحمن، وان انت تقدر تسكن هناك، ايه رايك؟ تحب تسكن هناك في العالمين؟ اني هروح العالمين يا اخي، انا معيش المواصله اروح العالمين اصلا، اروح اشتري ايه في العالمين؟ اشتري انا في العالمين هناك. عالمين ايه؟ عالمين دي عمرو اديب ويوسف الحسيني ولميس بيه الحديدي مرات ابو لهب ومش عارف مين، انما احنا كشعب لا، انت لا، انت تتضرب بالجزمه على دماغك. لا ما ينفعش انت تروح العالمين، انت مين يابا؟ انت تترمى في الزباله. انت مين اصلا؟ احنا اصلا بنبيعك، انت شغال عندنا.
شكرا لك يا عبد الرحمن من مصر، بشكرك. محمد من السعودية، أهلا بك يا محمد. دكتور إسامة السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا. لينا الشرف نتكلم مع إنسان متحضر زيك ومتعلم ومثقف على أعلى مستوى ما شاء الله. شكرك يا فندم. يا دكتور أسامة، أنا عايز بس أول مرة أكلم حضرتك ولي الشرف، عايز أسأل بس أنقل نقطة تانية خالص. يعني معظم الناس تفضل تلتمت وحاول تفضي التنشن اللي جواه. أولا أنا غير مؤيد للسيسي تماما، ويعني أنا راجل صعيد وهقول الكلمة دي، قلتها في برنامج عندكم قبل كده مع الأستاذ أحمد العربي. اليوم اللي الراجل ده هيروح فيه أنا هتبع عجل في البلد، عهد علي قدام ربنا سبحانه وتعالى. ماشي، دي أول نقطة. خلينا بس نتكلم في نقطة تانية. بغض النظر عن الجدوى الاقتصادية والهرتلة، السيسي بيحب ياخد اللقطة ويحب ياخد الشو. أنا عملت عاصمة، أنا عملت مدينة ساحلية، أنا أنا أنا، وده معروف طبعا بغض النظر عن أي جدوى اقتصادية. الراجل مش مؤمن أصلا بدراسة جدوى ولا الكلام الفاضي ده. ممكن ننقل من العالمين شوية، هو حضرتك هسيب العالمين بعيدة شوية. إيه الجدوى الاقتصادية من العاصمة الإدارية؟ إيه الهدف منها؟ كل الدراسات بتقول ان العاصمه الاداريه ده مشروع فاشل ملوش اي قيمه، بهدل البلد ودمر البلد. مظبوط كده يا فندم؟ تمام. هل العاصمه الاداريه لما بنت جوه القاهره والناس حواليها في كل القاهره الناس ما راحتش اشترت؟ يا فندم المشاريع دي اولا موجهه لطائفه معينه من الناس، ناس مليونيرات، ناس مش هقول حراميه، ناس تبع الاعلام، ناس تبع الحكومه، وفي طائفة تانية من الناس دخلها ميسور بتتمنى ان هي تعيش عيشة كويسة، وحاسة او حزب الكنبة اللي احنا بنسميهم شايف ان هو لما يروح يستثمر او ياخد مكان زي كده للمستقبل هو شايف ان بيعمل حاجة صح. طب انا اقول لحضرتك، انا عايش في السعودية، انا دكتور وطبيب استشاري، انا اعرف مجموعة كتير من زمايلي انا على الدائرة الضيقة بتاعتي راحوا اشتروا في العالمين. طب بتشتري هناك ليه يا عم؟ انت بتدعم الفاسد ليه؟ يقول لي مثلا ايه يا عم ده، شوف الدنيا عامله ازاي واولادنا ومش اولادنا وانا مالي ومال السيسي اللي بيعمله. طيب انا راجل موجود في السعوديه، والله انا اعرف ناس كتير جدا من زملائي في الشغل السعوديين راحوا اشتروا في العالمين والعاصمه الاداريه. يا فندم الراجل بيشحت فلوس، بيدور على فلوس، هياخدها مني او منك او من اي حد. الخليج محتلين الاماكن دي، والله بيشتروها وبيتاجروا فيها، الناس دي معاها فلوس. احنا مش بنتكلم على عامه الشعب المصري فعلا ما تقدرش تروح. انا شخصيا معايا عربيه، لما بنزل القاهره ما اقدرش اروح العالمين، مشوار مكلف وكارته وتجيك مخالفات، يعني مش بتاعتنا احنا، بتاعت الناس العاديه. النقطه اللي انا عايز اتكلم فيها دي الاساس. والله بص يا فندم، والله المشكله دلوقتي ان في تحقير وتجهيل للناس. انا لما اطلع هرتلت الاعلاميين دون اعلاميين روح العالمين، الناس فعلا بتعاني فعلا ماديا واداريا. انا بكلمك انا دكتور بعاني، والله والله انا دكتور استشاري والله بعاني، بعاني في حاجات كتير ماديه واداريه وحاجات يعني لوجستيه غريبه جدا، نظام بيروقراطي غبي جدا في البلد عندنا. المشكله كلها ان الاعلام بيحتقر من الناس وبيسفه راي الناس. مين هيروح يبص على العالمين؟ لو انت حضرتك، انا عارف حضرتك موجود بره، انت لو نزلت جوه القاهره واكيد انت عندك يعني احساس بالنبض، والله فعلا الناس ولا فرقه معها عالمين ولا اخرين ولا شرم، الناس فعلا بتحاول تبيش. لكن هو بنيها ليه؟ بنيها لان في ناس فعلا بتشتريها بغض النظر انها هتحمل ضرائبها والبلد هتتهان فيها، في ناس فعلا بتشتري هناك، في ناس عاجبها الوضع ده. ناس بتشتري يا جماعه، انت متخيل؟ في ناس بتشتري. طيب بس هو بيقول لك الناس اللي بتشتري بيقول لك انا عشان ولادي ومش عشان ولادي، وناس معاها فلوس. هرجع تاني للنقطه اللي انا بتكلم فيها من اول حلقه، يا يوسف بيه، يا الواد يوسف، يا استاذ يوسف، الناس الغلابه، مش بس الغلابه، الناس الدكاتره اللي هم عندهم مشاكل زي دكتور محمد كده ليهم مكان في العالمين؟ يعني الراجل ده مثلا ليه وحدة صحية يشتغل فيها في العالمين، هو استشاري، ليه مستشفى يشتغل فيها في العالمين، ولا تعملوا هناك مستشفى عسكري وهتجيبوا ضباط اللي يشتغلوا؟ ما يا جماعة فهمونا، هي معمولة لمين يا جماعة؟ كذبونا. طيب اطلعوا قولوا لا انتوا ناس وحشين، مش بالشتيمة يا يوسف، مش انك تطلع تقول دول مش عارف، ما هيش كده، اطلع قول كلام منطقي يا يوسف، انا بطلع اكلمك بالارقام، فيطلع رد عليا بالارقام. ما تروحش تصور لي في شارعين المخابرات سمح لك تصور فيهم وترجع تقول احنا شفتوا صورنا وعملنا ومش عارف ايه. الناس كلها بتتكلم على المشروعات دي، الفورين بوليسي وستيفن كوك، ده من أرجوزات الإخوان يوسف لما قال أوقفوا مشروعات السيسي الوهمية. يا جماعة بصوا العالم بيتكلم عنكم ازاي، بصوا الناس شايفاكم، الناس بتضحك عليكم، الناس بتمسخر عليكم، الناس لما بنقابلها هنا وبنقعد نتكلم معاها بيضحكوا عليكم أصلا. يعني
يعني لا انتوا اعلاميين ولا ده نظام ولا دي مشروعات. يعني دول ثلاث حاجات غير اللي انا قلتها، لا اعلام ولا نظام ولا مشروعات. والله مفهوم العالم عن الثلاث حاجات اللي انا قلتها دي غير اللي انتوا بتعملوه خالص. والله نصيحه يعني مخلص بقول لكم، معلومه حقيقيه بعيدا عن اي انتقاد. والله رؤيه الناس للاعلام والنظام والمشروعات في مصر ان الثلاثه دول ما لهمش علاقه باسمائهم، دول حاجه تانية غير الاسماء دي. ارجع للمتصلين معنا. محمود من فرنسا، اهلا بك يا محمود. انا دكتور اسامه، انا سعيد اني بكلم حضرتك. الله يخليك. انا اسامه، وبغض النظر عن الاسعار المبالغ فيها طبعا في العالمين الجديده، فعايز اقول انه المدينه الجديده دي زيها زي اي مدينه جديده من لبنان، هم داخل جمهوريه مصر العربيه. يعني هل لو انا انتقلت العالمين هل ده يعفيني من مشاكل النيل، من تراجع حقوق الحريات في مصر؟ هل العالمين ليها دستور خاص لوحدها؟ هل انا هأمن على نفسي في العالمين لو تعاملت مع اي هيئة من الجيش والشرطة ولا قضاء قد يكونوا من الساكنين في العالمين، هل انا هأمن على نفسي؟ يعني الموضوع مش مسألة جودة حياة. لو انا انتقلت من عشوائية لمدينة من المدن الجديدة يبقى انا اعرفيت كأني خلاص عايش في اوروبا، لا، انا لازلت عايش في مصر بمشاكلها، بما هتحمله كمواطن مصري. انا كمواطن مصري علي ان انا اسدد، على جزء اسدده من ديون مصر اللي هي مستقبليه ليا والاولاد. هل ده هيعفيني لما انتقل للعالميه دي؟ الموضوع مش مساله مستوى حياه في مدينه كذا او كذا. اللي فكر كده مخطئ تماما. انت العالميه ما لهاش دستور وما لهاش باسبور خاص بيها. انت لو طلعت بره باسبور مصري مش مهم انت ساكن في العالميه او في عشوائيه، هتعامل كمصري. طب عايزك ترد على سؤال الحلقة محمود لو سمحت. تقدر تسكن في العالمين بظروفك الحالية؟ هقول لحضرتك، أنا شغال، أنا مهندس في فرنسا وعايش حضرتك يعني زي المواطنين الأوروبيين العاديين، ولا أعتقد إطلاقا ولا من هنا العشر سنين أقدر أشتري في العالمين الجديد بالأسعار الموجودة. ما أقدرش، الأسعار عموما في الأسعار العقارات في مصر مبالغ فيها، يعني قد تقترب من أسعار العقارات في أوروبا، وأنا الحقيقة ما أعرفش ليه ومش فاهم ليه. بشكرك جدا يا محمود من فرنسا. معنا مروان من مصر، أهلا بيك مروان. السلام عليكم. الحمد لله على سلامتك يا أستاذ أسامة. الله يسلمك. بالنسبة للسكن في العالمين، بتاع الورق يقدر يسكن في العالمين لو خد حقه صح. طيب العالمين دي تعني الحرب العالمية الثانية، والورق تعني، لو سمحت أعرض لي صورة الوراق بتاعة البيت الصغير اللي كان العسكري بيفتحه مع العالمين. العالمين بتاعنا الحرب العالمية الثانية، وإحنا على أعتاب حرب عالمية ثالثة. أنا علاقتي إيه بالعالمين؟ أنا والدي عمل فكرة قلبت الحرب العالمية الثانية لصالح جيش الحلفاء. طيب علاقتي إيه بالوراق؟ آية سيدنا الخضر رقم 82، وأما الجدار فكان لغلامين. مروان، طيب على كل حال فقدنا الاتصال مع مروان. آخر متصل عمر من مصر، أهلا بيك يا عمر. عمر أهلا بيك. شوف يا دكتور أسامة، مستقبل مصر كلياته هيبقى في العالمين. لو أنت تلاحظ موضوع سد النهضة، بعد ما هيتملي كده هينضرب من سواء من اي مكان وهيتفجر، هيلغي السودان كلها، لان السودان ارضها اتباعت لكل الدول دلوقتي، ومصر وسط الدلتا ده كله هيتعجل بعد سد النهضه. اصبحت هي مدينه العالمين، لان من سنه 79 وهي مع يعني كانت ايطاليا مكتشفة بإن المكان ده كله لاته فيه غاز وبترول زي ليبيا بالظبط. فهي دي المدينة اللي هتبقى مستقبل مصر، والبقى هيتعجن كله لاته. طيب. لأن يعني هم شكرا جزيلا لك يا عمر على الطاقة الإيجابية الكبيرة اللي اديتها لنا في آخر البرنامج، وعلى مفهوم جديد وإيجابية جديدة لمدينة العالمين ما كانش حد عارفها الحقيقة إلا أنت. عايز أشكر كل اللي شاركوا معنا، بعتذر لأبو خديجة والمنتصر من مصر لضيق الوقت، وبشكر كل اللي شاركوا معنا في الرسائل وكل اللي شاركونا في الاتصالات. آخر كلام في حلقة الليلة الحقيقة عمر،
العلمين هي اللي هيعيش فيها هينجو لما الدنيا تتعجن بعد سد النهضة. المصريين مش عايزين علمين، المصريين عايزين العلم بتاعهم بس يفضل زي ما هو، بس يحل عنه عبد الفتاح السيسي ورجالته. تصبحوا على خير.